عد معايا كده، 1 2 3 4 5 6. التطبيق اللي قدامكم ده يا شباب شغال دلوقتي على اندرويد، وده تطبيق مربوط بقاعدة بيانات بيحدث فيها وياخد منها المعلومات. ونفس التطبيق زي ما هو واضح قدامكم شغال على ايفون، وبرضه بيحدث نفسه من قاعدة البيانات وبيعرض الاحصائيات والمعلومات. وده كمان نفس التطبيق شغال على تليفوني الشخصي اهو قدامكم، وبستخدمه كمان من عليه وقت لما بحتاج ده. وبرضه نفس التطبيق لو شغلناه على الايباد هنلاقيه شغال، وبرضه بيحدث البيانات ويعرض منها على الديفايس زي ما هو واضح معانا على الشاشة قدامكم. حتى تابلت الاندرويد هيشتغل من غير مشاكل، وبرضه هيحدث البيانات وهيعرض المعلومات، وهتتحكم في البيانات بتاعتك وهتشوف الاحصائيات بتاعتك، ونفس التطبيق هو هو. طب بص معايا كده هنا، شوف كده شغال على ايه اهو قدامك، هو هو بيشتغل على ويندوز ومربوط بالداتابيز وبيحدث بياناته وبتعرض منه المعلومات والاحصائيات والشغل بتاعك. شوف كمان برضو اهو اهو، بص شغال على ايه، شغال على الماك قدام حضراتكم اهو، شغال على نظام الماك، نظام الماك كتطبيق مستقل وبيجيب معلومات من الداتابيز. التطبيق اللي قدامكم على الماك ده لو انا خدته من الماك مونتيري مثلا وحطيته على الكاتالينا هيشتغل، مش هيقول لا، هيشتغل من غير ما انزل ادوات التطوير لانه تطبيق مستقل. طيب هنا السؤال، هو التطبيق ده اتعمل 4 مرات مثلا؟ يعني مثلا اتعمل مرة لنظام الاندرويد، ومرة تانية لنظام اي او اس، ومرة تانية لنظام الويندوز، ومرة تانية لنظام الماك؟ الاجابة لا، هو اتعمل مرة واحدة بس. ما هو نظام الاندرويد عندك هاتف وتابلت، نظام الاي او اس عندك ايفون وايباد، نظام الويندوز للاجهزة الشخصية، ونظام الماك للاجهزة الشخصية. وبالرغم من كده تم انتاجه مرة واحدة بس. ايوة زي ما سمعت كده، وعايزك تركز معايا، تطبيق واحد، كود واحد، مصادر واحدة، والتشغيل للكل. تطبيق اتعمل مرة واحدة بس ومربوط بالداتابيز وبيشتغل مستقل على اندرويد وايفون ونظام الويندوز ونظام الماك، مستقل من غير مشاكل. وهنا ممكن تيجي تسأل سؤال، تقول طيب الادوات اللي احنا بنبني بيها التطبيق ده، اللي هو التطبيق اللي بيشتغل على كل المنصات وبيتعمل مرة واحدة، هل هي ادوات سهلة ولا صعبة؟ الصراحة هقول لك سهلة جدا ومريحة ليك كديفلوبر فوق ما انت ما تتخيل. علشان كده عاوز اقول لكم ان احنا بفضل الله اشتغلنا في كورس وبدأنا فيه وشغالين فيه بقالنا وقت كويس، واشتغلنا فيه جزء كويس، وحاليا لسه شغالين فيه ومستمرين فيه، لان هو كورس كبير وفيه شغل كتير. الكورس ده بنتعلم نبني تطبيقات زي اللي موجود قدام حضراتكم، وكمان تطبيقات اقوى منه. ودلوقتي بنصحك لو انت فعلا محتاج تعمل التطبيقات اللي من النوعية دي، انك تلتحق بالكورس ده في اسرع وقت. بصوا بقى يا شباب، كل اللي فات ده كان باختصار، لو عاوز تشوف معايا تفاصيل اكتر تابع الفيديو للاخر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا انت لما بتنتج المشروع بتاعك بتشغله على الايميليتور او السيميليتور، بتشغله على الديفايسز الوهمية اللي انت بتجرب عليها زيها زي الحقيقية بالظبط، مفيش اي مشكلة بفضل الله. وحتى لو انت ما عندكش رامات زيادة وما عندكش امكانيات في الجهاز بتاعتك زيادة تقدر ان انت تشغل عليها، ممكن تشغله على الهاتف الشخصي بتاعك، وده كمان شرحناه في الكورس. ولكن بتربط الهاتف بتاعك وبتفتح الديفلوبر تولز، بتفتح اوبشنز معينة علشان فيجوال ستوديو يشوفه ويقدر يثبت لك عليه البرنامج اثناء التطوير بتاعك. طبعا في البداية بنبدأ اننا ننزل الماوي او الادوات بتاعتنا على نظام التشغيل ويندوز. نظام التشغيل ويندوز احنا سهل جدا بنتعامل معاه، بندخل على الانترنت وبننزل الملف الخاص بادوات التطوير، وبنعمل سيت اب لادوات التطوير واحنا فاتحين الانترنت اول مرة بس،
وبنشغل اول مره بس واحنا فاتحين الانترنت، ولكن بعد كده لو انت عامل اوفلاين بيشتغل معاك عادي ما فيهوش اي مشاكل ما دام هو مستقر وانت ما جيتش ناحيته وما حطيتش ادوات تضايقه او تعاكس معاه، لان في بعض الناس ممكن تبقى عايزه تشغل العاب معينه فتنزل ادوات بتبوظ ادوات التطوير بتاعتها، فانت يستحسن ان الحاجه اللي انت بتعمل سيت اب كتير عليها ممكن يتعارض مع ادوات التطوير. طبعا انت ممكن تلعب على جهاز تاني او ما تلعبش خالص او تصرف امورك، انا عادي بلعب وما عنديش مشكله والدنيا مستقره بفضل الله، انا بس بقول لك من باب الاحتياط والامانه. طيب يبقى احنا دلوقتي بعد ما نزلنا الادوات الخاصه بالماوي، اللي الماوي دي اللي هي التقنيه يعني اللي احنا بنبني بيها الكلام ده تمام على ويندوز، بعد كده بننزل الايميليتور عادي على الويندوز. الايميليتور ده بيحاكي الاندرويد بالظبط، هو زيه زي الاندرويد الحقيقي بالظبط، وبننزل كمان يعني بننزل كمان الادوات الخاصه بالماوي على نظام الماك، على نظام الماك بننزلها برضو بالانترنت اول مره بس، بعد كده بتبقى اوفلاين وبتشتغل عادي ما فيش اي مشكله خالص. بتنزل ادوات التطوير على نظام الماك وببدا اني انا اعمل البروجكت بتاعي على ويندوز ما فيش اي مشكله، واشغل البروجكت بتاعي على ويندوز برضو بفضل الله ما فيش اي مشكله. يعني انا دلوقتي عملت بروجكت وشغلته على ويندوز، وكمان اقدر اني انا اشغل نفس البروجكت ده اللي انا عملته على الويندوز اقدر اشغله على الاندرويد الخاص بيا اللي هو سواء كان تليفون شخصي او ايميليتور ايا كان تمام، اقدر اني انا اشغله واجربه مفيش اي مشكلة بفضل الله، وكمان اقدر اني اعمل بروجكت على نظام الماك الخاص بيا، وبعد ما اعمل بروجكت على نظام الماك اشغله عادي بفضل الله مفيش اي مشكله، ونظام الماك ممكن اشغل عليه التطبيق على اندرويد بس طبعا لازم يكون عندك الامكانيات وتنزل الايميليتور بتاعك، وكمان هتشغل الايفون على نظام الماك بتاعك وتشغل التطبيق عليه، يعني هترن التطبيق بتاعك على الايفون مال على نظام الماك حتى لو انت ما معكش ايفون حقيقي تجرب عليه. بعد ما بتعمل البروجكت بتاعك بتحتاج ان انت تعمل تصميم، التصميم بيكون بزامل او اللي هي اختصار XAML. الزامل لغة وصفية سهلة جدا 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 زيها زي HTML وزي XML، يعني هو اصلا ملف XML بس هو زمل. فالتصميم عليه بيكون سهل جدا ممتع جدا جميل جدا بفضل الله مفيش اي مشكلة. طب هتقول لي انا عايز اشوف الحاجة اللي بصممها، مايكروسوفت عاملة ادوات رائعة. مايكروسوفت في الادوات دي احنا طبعا الادوات اللي بنشتغل عليها دي ادوات مايكروسوفت، ادوات شركة من اكبر الشركات العالمية واللي ثبتت وجودها في العالم من سنوات طويلة جدا، واللي بتسهل على الديفلوبرز بطريقة مش معقولة، واللي بتحدث نفسها واللي بتعدل من اخطائها. انا مش بقول كده مجاملة، فعلا ده حقيقي، وفعلا الناس اللي شغالة بتقنيات مايكروسوفت فاهمة اللي انا بقوله ده كويس جدا جدا جدا، وعارفة السهولة وعارفة ان المشاكل بتقل وبتتحل مع الوقت. المهم مايكروسوفت عاملة لكم حاجة رائعة وفوق الرائعة كمان اسمها هوت ريلود وزامل لايف بريفيو. دي بتخليك تشتغل يا باشمهندس وانت على ارض الواقع، يعني انت مش بتعمل حاجه تشوفها كديزاين كده قدامك زي ما كنا بنعمل زمان وبعد كده تبدا ان انت تشغلها فتشوفها لا، ده انت دلوقتي بتشغل وانت مشغل بتغير الاكواد. ركز معايا، وانت مشغل بتغير الاكواد، والاكواد اللي انت بتغيرها دي تلقائيا بتظهر على التطبيق بتاعك، يعني التطبيق بتاعك كونكتد سواء انت على ويندوز او على ماك او على اندرويد حتى لو على الهاتف الحقيقي بتاعك. عايز اقول لك ان انت لو شغلت البروجكت بتاعك على الهاتف الحقيقي اللي انت ماسكه في ايدك لما تغير في الاكواد هتلاقيه بيتغير معاك برضو في الهاتف، يعني اي حاجة هتشتغل عليها هتلاقي الدنيا شغالة معاك زي الفل، يعني بتغير في الاكواد وبتغير في البرمجة. طبعا في حاجات ممكن ان انت
لو غيرتها حاجات كبيره بقى، زي انك مثلا تعمل يعني في تفاصيل اكتر في الكورس طبعا، مش عايز اطول عليكم، بس في بعض الحاجات اللي لو انت عملتها لازم تقفل البروجكت وتشغله تاني. لكن الحاجات العاديه اللي انت بتبقى محتاج تشوف الابعاد، انت مثلا عملت بادنج، عملت مارجن، عملت لون، غيرت، شلت اداه، حطيت اداه، كل ده عادي، كل ده بتشوفه. بتشوفه ايه؟ بتشوفه ارض واقع، مش بتشوفه قبل الرن وبعد الرن، لا، بتشوفه ارض واقع وانت شغال بتجرب على طول. يعني حاجه فوق الرائعه جدا جدا جدا. ولو انت بتكتب اكواد طبعا بتكتبها بلغه سي شارب، لغه البرمجه الرائعه سي شارب، بتكتبها بسهولتها، بتحديثاتها، باسلوبها الرائع بفضل الله، بتكتب اللي انت عايزه، وبعد كده بتخرج البروجكت بتاعك وبتشغل البروجكت بتاعك، مفيش اي مشاكل خالص خالص خالص. بالنسبه لملفات المصادر، ملفات المصادر يا باشمهندسين واحده، يعني انت مثلا عندك صورة، الصورة دي هتستخدمها، لا انت بتحطها مرة واحدة وبتستخدمها هي هي في اي منصة من المنصات. كمان تقدر توصل لكل منصة على حدة، يعني تقدر توصل الديفايسز المختلفة لكل بلاتفورم من البلاتفورمز اللي عندك في ماوي. وانت بتطور، لو عملت مشروع على ويندوز وخدته كوبي بيست بكل ملفاته، هيشتغل معاك على الماك بالبيلد بتاعه بكل حاجته. العكس برضو، لو انت رحت عملت بروجكت على الماك وخدته كوبي وحطيته على الويندوز، هيشتغل معاك على الويندوز بنفس ملفاته بنفس كل حاجه من غير اي مشاكل. البرنامج بتاعك بيشتغل مستقل، يعني انت مش محتاج انك انت عشان تشغله عند حد تاني انك تنزل ادوات التطوير، لا، حتى على الماك، حتى على الويندوز، انت على الهاتف اصلا مش منزل اي ادوات تطوير، فبيشتغل معاك عادي. طيب لو انت عندك مثلا ماك مونتيري او ماك فينتورا ونزلته عليه او انشاته عليه، تاخده تحطه على الكاتالينا اللي هو اقدم منهم، تلاقيه اشتغل. انتوا متخيلين؟ يعني اشتغل مستقل، مفيش اي مشكلة خالص. يعني انت بقيت مطور ماك، وبقيت مطور ويندوز، وبقيت مطور اندرويد، وبقيت مطور ايفون، ومطور ايباد، بص يعني انت عملته على الايباد، عملته على الايفون، انت ما عملتوش غير مرة واحدة، انت ما عملتوش غير مرة واحدة بس، وكل ده بسهولة تامة. تقدر كمان وانت بتطور ان انت تعمل اقتران مع جهاز الماك وتشغل من الويندوز ايفون وايباد، يعني الايفون والايباد كتابلت والايفون كهاتف تشغله عادي من الويندوز، بس وانت رابط على جهاز الماك، بس بيكون بصراحة ايه، ابطأ سنة، لانه طبعا بيجيب المعلومات من جهاز الماك، انه هو معتمد اصلا على جهاز الماك. كمان يا باشمهندسين، واحنا بنشرح بفضل الله بنفصص ونفصل ونعلي مستوانا ونجرب، وبنبقى شغالين على ارض الواقع من غير احلام بقى ولا حاجات خزعبليه مش موجوده، لا لا لا، بنشتغل على ارض الواقع، والمشاكل بنعرضها وبنحلها وبنشتغل وبنجرب وبنشوف، بنتتبع ممكن يكون في ايشو في اصدار معين يتصلح في الاصدار اللي بعده وبنحدث الى اخره. يعني بصوا مثلا هقول لكم على حاجه، انا دلوقتي هفتح لكم البرنامج اللي انا اساسا عامله بالماوي، ولا انا عرضته عليكم البرنامج ده اللي قدامكم ده، انا عامله بالماوي لما عملته لنفسي، ان انا بدير بيه كورس الماوي نفسه عشان ابقى عارف احنا وصلنا لفين بفضل الله. على سبيل المثال، لو دخلنا على الاستاتستكس هنلاقي ان احنا شرحنا حتى الان في الكورس بفضل الله 76 ساعه ولسه مخلصش حتى الان بفضل الله، وهنلاقي فيه تفاصيل بفضل الله. يعني لو دخلت مثلا على التولز، و لو حدثت حتى البيانات دلوقتي ورحت مثلا عامل ان هو يظهر بعض التفاصيل، لو رجعت كده وجبت مع حضراتكم نفس الاستاتستكس هنلاقي فيه تفاصيل ان احنا عملنا كذا وكذا وكذا، عملنا كذا وكذا وكذا. لو رجعت تاني، لو شفنا بقى تفاصيل اكتر، يعني تفاصيل اكتر، انا بعرض الكلام ده طبعا بفضل الله جوه الكورس وبوريه لكم اهو قدامكم، الحاجات دي حقيقيه اللي انتم شايفينها قدامكم دي حقيقيه. البرنامج ده انا بشغله على الموبايل، البرنامج ده بشغله على الهاتف الشخصي بتاعي بفضل الله، ما عنديش اي مشكله. لو احنا مثلا دخلنا على محاضره من المحاضرات عشوائيه، يعني مثلا دخلنا على المحاضره الثامنه، بصوا معايا بنعمل بروجكتس، بنعمل بروجكتس، بصوا معايا بنطور على انظمه مختلفه بفضل الله. لو رحنا على المحاضره اللي بعدها هنلاقي نفسنا بنكمل وبنتعمق، شرحنا الانيميشنز مثلا، وشرحنا ادوات مهمه جدا، ان ما كناش شرحنا اصلا اغلب الادوات بفضل الله ولسه شغالين. هنلاقي ان احنا بنطور كمان على انظمه التشغيل، يعني انا مش بقف على تن، لا،
11 نزل، لا خلاص يبقى ننزل 11 ونطور عليه بفضل الله، وهكذا بنشرح حاجات بتريحنا فوق ما انتم ما تتخيلوا. بنوصل لديفايسز، يعني انا بوريكم اهو قدامكم ان احنا بفضل الله شغالين في الكورس وبنعمل بروجكتس. يعني بصوا هنا مثلا المحاضره ال11 دي عملنا فيها 2 بروجكتس مع بعض، ادي بروجكت اهو وادي بروجكت اهو، تمام. اقدر اعرف كمان انا عملت كام بروجكت، يعني مثلا لو انا جيت هنا وكتبت فيه انا اقدر اعمل سيرش. كل ده انا عامله بماو على فكره، يعني لو انا كتبت مثلا هنا بروج او بروجكت، بروجكت وورك تمام، او بروجكت بس اهو تمام، ودوست كده هنلاقي مع بعض في بعض التفاصيل، لكن بروجكت وورك هتخليني يعني افصص اكتر في هذا الموضوع. يعني بفضل الله الكورس ايه في البقى ده كده، الكورس بفضل الله شغالين فيه شغل قوي بفضل الله، وبنجرب ومستوانا فعلا بيعلى بعد كل محاضرة جديدة. ودلوقتي لو في اي حد من اصدقائك مهتم ان هو يتعلم بناء التطبيقات اللي من النوعية دي على الهاتف، على طول بصيله الفيديو ده من غير ما تفكر علشان يعرف حتى ان في الكورس ده. اللي انا قلته لكم ده كده يعتبر شوية تفاصيل علشان تعرفكم على الكورس، لكن اللي عاوز يعرف معلومات وتفاصيل عن الكورس وكيفية الاشتراك فيه يبعت كلمة كورس موب على حساب تليجرام، مش اي حساب تليجرام، لأ حساب تليجرام هسيبه لكم في الوصف. الحساب ده فقط علشان تبعت عليه كلمة كورس موب، محدش يبعت استفسارات، محدش يبعت حاجة بخلاف كورس الماوي. تبعت لي كلمة كورس موب فبنفهم بفضل الله ان انت عايز تلتحق بكورس الماوي، فبنرد عليك في اقرب وقت ان شاء الله بالتفاصيل علشان تعرف هتلتحق ازاي. بس لما التفاصيل دي نرد عليك بيها لازم تقراها كويس، لان في معلومات مهمة بين السطور لازم تعرفها. وهقولك تاني قبل ما تقفل الفيديو، خد بالك الكورس ده مش كورس عادي، مش كورس صغير، لأ بفضل الله كورس كبير، خد بالك من المعلومة دي كويس. وان شاء الله تنورونا قريب في الكورس الجميل ده، وبتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم.